كانت هناك عدة موضوعات لمناقشة تقارير العام الماضي، وقد تمت إجازة هذه التقارير لأنها عملت بموضوعية وأيضا باحترافية إدارية تشكر عليها الأمانة العامة من خلال الجمع الدقيق لكل ما تم ورصده من خلال أرقام دقيقة تبين كل ما صرف في المشاريع الخيرية، وكذلك كل ما صرف من خلال المكاتب والإدارات التشغيلية. الحقيقة أيضا استمعنا إلى التقرير الذي قدمه المحاسب القانوني الخاص بالندوة العالمية، وهو محاسب معروف وعريق وعالمي، وهي شركة KPMG المعروفة، وهي شركة عالمية متخصصة في هذه المجالات، وقد قدمت تقريرها. والحقيقة أن كل ما تم عرضه من خلال الأطر القانونية والشفافية المالية تبين احترافية العمل في الندوة على أنها مؤسسة عالمية قادرة على أن تحدث فرقا في العمل الشبابي والإنساني.